الكورونا لسه مكملة معانا ولسه بتأثر علينا، ومن فضل ربنا علينا ادركنا لنعم كنا تعودنا عليها، زي حكاية الشم كده والتذوق. احساسك بالشم له احساس مختلف دلوقتي. الحمد لله اني لسه بشم وحاسس بالطعم، حتى لو وحش بس كويس حاسس بالطعم. الحقيقة انه كل واحد فينا دلوقتي بقى بيقعد يختبر نفسه لما الشك يدب فيه، وممكن حتى يفضي ازازة بارفان عشان بس يطمن انه بيشم. الحمد لله على دي نعمة، الحمد لله اننا قادرين ندرك النعم وقادرين نشكر ربنا بقلبنا وبلساننا، وقادرين نتكلم ونسمع ونعبر عن افكارنا واحتياجاتنا. الصوت كمان نعمة، والكلام نعمة ورسالة، الكلمة عهد وطاقة نور تهدي، كلمة أمان ومسؤولية ومحبة، الكلمة حياة شرف، الكلمة صدقة تصلح القلوب وتصلح النفوس، الكلمة شجرة طيبة أصلها في الأرض وفرعها في السماء. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صدق الله العظيم. يا بخت اللي ربنا أنعم عليه بقى بحلاوة اللسان وحلاوة الكلام، ويكون كلامه قد فعله، حلاوة الصوت. فاللسان والقدرة على الكلام واحدة من نعم الله الكبرى اللي وهبها للإنسان وميزه بيها. فهو القائل بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. مقولة الإمام علي: تكلم حتى أراك، هي مقولة عظيمة، لأن كلامك بيعبر عن ثقافتك وتربيتك وأخلاقك، وآخر حاجة بيكون المظهر اللي سهل جدا جدا دلوقتي يكون خداعك.